من مدينة أوروبية إلى أخرى يتنقل فريق آدم بيوتي العامل في مجال المكياج والتجميل والذي مركزه عاصمة الدنمارك كوبنهاغن مقيما ورشة تدريبية لفتيات سوريات وغيرهن. الفريق بإدارة الشاب السوري آدم يوهانسون الذي حصل على شهادات وجوائز دولية في مجاله والذي أشرف على الورشة التي أقيمت في مدينة إسن الألمانية. بلشنا التور اليوروب تور مع آدم بيوتي أكاديمي أول شيء بهانوفر وهلأ صرنا بإيسن. معنا 17 صبية اليوم عم بيتعلموا ميك اب بالدورة اللي هي مدتها أسبوع مكثف، بيتعلموا فيها تقنيات الميك اب من ميك اب العروس والمشاهير والسليبرتيز والريد كاربت لوكس. طبعا صبايا كمان هن اللي حابين مثلا ياخذوا شهاده ويلاقوا شغل يشتغلوا فيه بالمانيا بعد نقلتهم من دول المهجر، لانه كمان كثير منهم ما بيحكوا فلوينت اللغه الالمانيه بشكل منيح لتحولهم لتفوتوا كورسات كورسات الميك اب باللغه الالمانيه. طبعا الكورس كمان عملناه باللغه العربيه باوروبا، يمكن اول حدا بنعمل الميك اب ادوكيشن باللغه العربيه باوروبا حنكون. وتحصل المشاركات في ورشة التدريب على شهادات تمكنهن من مزاولة العمل بشكل رسمي، فيما ضم الفريق متدربات سابقات أصبحن مشرفات على التدريب. تعلمت كتير إشياء، تعلمت step by step كيف بدي مكياج الشخص، كيف بدي يتنظف الوجه، يعني علمنا آدم عن جد كيف بدها تكون البشرة قبل وبعدين before and after. هلا أنا شاركت بهذا الكورس لحتى بعد ما خلص بدي اشتغل بمحلات، بدي يمكن افتح كمثل محل إلي. سوريون مغتربون يقيمون في دول أوروبية يسعون لدخول عالم الشهرة والوصول إلى العالمية من خلال نشاطات ومهن عدة. عماد تلاتي، قناة اليوم، إسن.